واحلى شاي على ما بين رحم بيه. على طول يا صاحبي عامل نوش كده. قلت اعمل استقبال اليه بمقامك. الحمد لله على السلامه رحيم بيه، مستنيين بقالنا كتير. رحيم فين؟ انطق، انا سامعك بتكلم رحيم دلوقتي، هو فين؟ مالكش فيه، انا قدامك اهو. عاوز ايه؟ اخرج شوفوني. رحيم فين؟ مراتك وبنتك تحت ايدي. العزيز رحيم ينزل ظهره عليه، احنا ما نعرفش عنه حاجه. انا هخليكوا تتكلموا. البتلة. اثبت. معلم وسيد المعلمين، بس قبل اي حاجه عايزك تعرف اني بحبك وبقدرك، ولولا الشغل كان زماني جيت لك لوحدي. احب على راسك واقول لك الحمد لله على السلامه، بس انت فاهم الشغل شغل. ولا انت فاكر انك هتخرج من هنا؟ ده انت بتحلم. انت عايز ايه؟ يالا انا مرسال يا كبير، وجاي اقول لك كلمتين وماشي. انا مطلوب مني ادي لك الموبايل ده. عليه ايه الموبايل ده؟ الموبايل ده فيه رساله، قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجه. هما مين اللي قالوا لك؟ ما اعرفش يا كبير، انا كده عملت اللي عليا. وهقول لك سلام عليكم. حلمي محدش هيخرج من هنا. سمعت؟ اه شفت الكلام خدنا. ونسيت اقول لك هشام اخوك عندنا. عاوزين منك 700 مليون دولار. انت معاك 700 مليون دولار يا رحيم؟ علي صوتك كمان، علي خلي الناس كلها تسمع. لا الله صحيح، يعني قول لي انت معاك 700 مليون؟ معايا 700 مليون دولار وقاعد معاك هنا في الجماليه. انت مجنون يا حلمي؟ امال ايه الفلوس اللي هم عايزينها منك دي؟ كلهم بيقولوا ارجع الفلوس، ده معناه انها كانت فلوسهم وانا خدتها. انت فاكر امتى اخر مره اشتغلنا فيها في مبالغ زي دي؟ قبل ما تقبض عليك. بس انت ازاي تقلب الناس في 700 مليون دولار؟ يا ابني بقول لك معيش مليون، ما كله على قدك، الفلوس اللي في البنك واتحجز عليها، والكام شركة والمركب خدوها الكلاب بتوعنا. أمال إيه رجع الفلوس دي؟ أنا اللي هيجنني إن مفيش حد منهم اتصل بيا لحد دلوقتي. حتى الموبايل اللي هما بعتهولي ده مفيهوش نمر متسجلة، الرسالة مكتوبة عليه، مش مبعوتة من رقم حتى أعرف أكلمه. حاجة تجنن. يكون حد قلب الناس دي في الفلوس، وفاكرينك أنت؟ هي الفلوس مش بتتنقل ما بين 100 واحد لحد ما بتوصل؟ يكون حد في النص. مش عارف يا حلمي، بس محدش يقدر يعمل كده لانه عارف اني اكيد هجيبه. الا لو عارف انه هيتقبض عليك. انت وديت الورق فين؟ زي ما اتفقنا. منورين. رحيم خرج من السجن امتى يا سامي بيه؟ امبارح. جرى ايه يا سامي؟ انت مش كنت مأكد علينا انه عمره ما يخرج من سجنه؟ والله ده اللي اتقال لي، واتقال لي امبارح انه اتغير. اتغير؟ وايه اللي اتغير؟ احنا بنتكلم على انبوبه؟ اسمع يا متر، احنا في بيننا اتفاق، ولا هو كان كلام صغار؟ هو انتوا مش عايشين في البلد ولا ايه؟ من ساعة ما رحيم دخل السجن، البلد اتغير عليها كام نظام حكم؟ البلد دي كل يوم بيتشقلب حالها. خلاص
رحيم خرج. اوكي فكر بقى في اللي جاي. امال اشكرك يا عماد بيه. شوفوا انتوا بقى حضراتكم عاوزين ايه وانا تحت امركم. ليه هو انت مش معانا ولا ايه؟ والله انا عبد المأمور، طلبتوا مني شويه حاجات وانا نفذتها لكم مش اكتر ولا اقل. سيد بيه خد المركب السياحي، وسعادتك خدت شركه التخليص الجمركي وشركه الفنادق، وعماد بيه مفيش ورقه تثبت ان في نكله شراكه بينه وبين رحيم. عاوزين ترجعوا كل حاجه زي ما كانت ارجعها لكم، عاوزين كل حاجه تفضل انا تحت امركم. يا سمسم انت لسه قايل لسانك ان الدنيا اتغيرت، يعني مفيش حاجه بترجع زي ما كانت. اهو يبقى انتوا بقى اللي مش عايزين حاجه ترجع. بقالي كتير ما جيتش هنا من ساعه ما اتقبض عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الورق كان هنا. يا نهار اسود انت شايله هنا؟ انا حاطه بايدي. انت متاكد انك شايل ورق هنا؟ بقول لك حاطه بايدي. دي من امتى؟ من ساعه ما اتقبض عليك وكنت متاكد ان ما كانش في حد ورايا. انت فاهم معنى اللي بتقوله ده ايه؟ رحيم انت بتشك فيا ولا ايه؟ احنا لازم نعرف مين اللي خد الورق ده. بتعمل ايه هنا؟ باكل. وحشني اكل الداخليه. لما خرجت قلت لك بلاش تعمل الشويتين دول، الدنيا اتغيرت، افهم بقى. امبارح الساعة 2 بالليل نزلوا من عندي 3 انفار. أنا عايز تحريات عنهم. نعم يا أخويا. أحمد باشا أنا عارف إن كنتوا بتعدوا عليا النفس اللي أنا بتنفسه، فأكيد أنتوا كنتوا واطرين العيال دي وعرفتوا هما مين وقاعدين فين. وبكرة الصبح ملفاتهم هتبقى على مكتب سيادتك. أنا بقى عايز الملفات دي. أنت اتجننت ولا إيه؟ الداخلية هتشتغل حسابك أنت؟ ما تفوق. العيال دي خاطفين أخويا. يعني لو رحت عملت محضر في الاسم هيبقى واجب عليكم ان كنتوا تجيبوهولي. انا بقى عايز اوفر عليكم كل اللبش ده. يعني لو اديتني اي معلومه انا هجيبه بنفسي. احمد باشا انت لسه قايل ان الدنيا اتغيرت، وانا مش عايز اي حاجه من الدنيا غير ان الم اهلي اللي اتفرقوا من بعدي. العيال دي خطفت اخوك ليه؟ عايزين نشتغل معاهم بالعافيه. وانت عايزني اصدقك انك انت مش عايز تشتغل معاهم؟ عايز طبعا، بس بمزاجي. شفت انا جاي معاك دغري ازاي؟ فكر ورد عليا. دي نمرتي الجديده، هستناك تكلمني بس ما تتاخرش علشان مفيش وقت، ولو ما اتصلتش انا كده كده هعرف اوصلك. أوصل لك علشان أقنعك إنك تساعدني. أسيبك بقى للمدام والولاد، ربنا يخليهم لك بالإذن. ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ انتوا مش عارفين مين ده؟ كركات ده صاحب المكان وقمر الزمان. الله ليك شوق يا رحيم. لا رسول الله احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحية هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعامل مع واحد سكران ولا حد معرفوش. ما جاش في خيالي ابدا انك انت. معلش يا رحيم مسحف دقني، العيال دي جديدة وما تعرفكش. لو ما احنا اتعرفنا تحت. انت هتقول لي على قديمه. يلا بره يلا يا اخويا، وانا حسابي معاكوا عسير. والله ليك وحشة، وحشة كبيرة يا رحيم.
اوعى رحيم يفلت منك يا خميس. لو فلت منك هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني، واولهم انت خمس. جمد قلبك يا كبير وحط في بطنك بطيخه سيفي. رحيم ده بتاعي. امان. هذه فلوس الرجاله. والله لولا حساب الرجاله يا سيد دي ما كنت خدتهم منك. اصيل. رحيم ده اصله حبيبي. يا سلام. كنت مستني اليوم ده من زمان عشان اوجب معاه وادوقه من اللي هو دوقهولي. واليوم اهو جه. دول حساب الرجاله. اما حساب انا بقى خليه بكره بعد عزا رحيم. اتكل على الله طريقك اخضر. دوما سديه. أزبل واحد فيهم سايب. فاكر لما كان عامل حبيبي وصاحبي ولازقلي في كل حتة؟ أول ما دخلت أنت السجن الوشوش كلها قلبت. كله من تحت راس سامي. هو اللي قوى قلبهم. ورق الضد اللي كنت ماسكه عليهم. معهولهم وقبض. الفنادق والشركات. بقت بتاعة أمينة وعماد رسمي. أنا فكرت إن حد فيهم هو اللي سرق ورق التحويلات. بس لو حد فيهم كان معاه 700 مليون دولار كان قاعد هنا. وبعدين محدش فيهم يعرف حكايه الورقه ده اصلا. ومحدش كمان يعرف حوار غسيل الفلوس ده غيرك انت يا حاج. قصدك يا رحيم؟ يا عم ما قصديش حاجه. الله مالك بقيت حساس قوي كده ليه؟ اسمع، رحيم لسه داخل الشارع قدامي. محدش يهجم عليه غير لما تقفلوا عليه المنطقة يمين وشمال، ها؟ وتاخدوا الإشارة مني. تمام. أنا كنت معدية من هنا بالصدفة، ولما عرفت إنك بتدي الكورس ده، قلت طب والله فكرة أحضره، أصلي بحب قوي حكاوي التنمية البشرية دي. اللايف كوتشنج صح؟ تشرفي. بس ابقي احجزي الأول مع لامي عشان لو جيت تلاقي مكان. وهو أنا محتاجة حجز برضه يا داليا؟ ده انا قلت العشره اللي ما بيننا هتخليكي تقولي لي اجي اي وقت من غير حجز. عشان لو جيتي وما لقيتيش مكان ما تزعليش. بس تمام. انت عرفتي ان رحيم خرج؟ اه. اتقابلته؟ انت مش جايه صدفه بقى. ما انا حتى لو حلفتلك مش هتصدقيني. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. انا اكدت على كل القنوات يا دكتوره، كلهم جايين، اطمني. اوكي. شكلك كده مشغولة قوي. طيب يا حبيبتي أجيلك وقت تاني، بس تبقي خليني أشوفك يا داليا لحسن. أنتي وحشاني قوي. ده لو وقتك يسمح طبعا. أنتي كويسة؟ آه. رحيم على رحيم يا رحمن يا رحيم. جايين عشان كنت نعم. جايين عشان انا. خليكوا زي ما انتوا، مش هيحصل لكم اي حاجه. امي مالوش ذنب، وعايز هشام اخوك. والنبي والنبي ربنا يخليك. امي مالوش ذنب.
In my past life as a soccer coach, once you win a national championship, everybody wants to come play for you. Really not true. Once you pay them $25,000 a year in scholarships, everybody wants to come play for you. And parents would always come to me and they'd say, okay, my daughter wants to come play at your university. What is it that we have to do? Hello? مبروك النادو يا دكتوره داليا، حاجه عالميه الصراحه وتشرف. كان نفسي تكمل على خير، بس يلا بقى مفيش نصيب. اهربي دلوقتي وبسرعه، يلا. خير يا حضره الضابط، في ايه؟ الشاطر بألف. شبورة ورا الراجل ده، هتلاقي شركة توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا ابن انت؟ مش هقول لك رايحين بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب رايحين بيه. جميل؟ جميل ايه؟ أنا عملت معاك جميل؟ إمتى؟ إمتى لا يمكن هتفتكره، لكن أنا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنة. قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس أنا ما أعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي أديك شفتني يا سيدي. عشان أريحك ودماغك ما توديش وتجيب، من 15 سنة كنت انت ورجالتك في مصلحة في ليبيا. واحد من رجالتك اتدبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع، نسيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل، هيطرونا. انت الوحيد اللي مرضيتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغاية هنا ودفنت وسط حضن امه وابوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافية. انا زين اخو اشرف العافية. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 لا. انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا ردتهولك، ولحد كده وستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير، انا اسف يعني. سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي كده ده اذا فضل حي عشان يفضل حي، لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك رايحين جاي. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجد على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق، انت صاحبك ومالكش دعوه بيا. انا هعرف اسلك نفسي، بس خليك فاكر لا يسلم ولا يقهر ولا يشتري.
اوعى تتهور يا كوتش. في بلدنا بيقولوا اللي يتهور يتعور. وديت هشام فين وسلمته لمين بالظبط؟ ما تتكلم ياض، الكلاب دي بقالها تلات ايام ما كلتش. انت خلاص يا ابني، بخاف من الكلاب. خلاص خلاص رايحين بايه؟ خلاص اقول خلاص. الفيلا اللي فيها هشام دي اكيد هتبقى مترشقه رجاله وسلاح. خلينا نبص عليها بصه الاول وبعدين نتكلم. مش عبودة الدواخلي اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام ما حد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاثنين. قوم ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي، في ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفك. في ايه يا رحيم؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ ما تسكت مراتك يا حلمي. حنان ما اسمعش صوتك. هات من الاخر عبود. الخمسين الف جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. هو انا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي؟ ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز، فلوسي فين؟ عبوده، لو جاي ولو اتعلم وتمشي ما انصحكش، علشان رحيم لو عضم في قفة ما بيسيبش حق. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موتني، علشان لو ممتش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك، علشان ساعتها مش هيكون لك حق عندي. ومات الكلام يا حاج بدر. ايوه، هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانه ايه؟ مالك الان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده العربون. ودول علشان الرجالة، علشان مش رحيم السيوف اللي تيجي لحد عنده رجالة وتمشي من غير ما يتعمل معها أحلى واجب. خد يا دي امسك. على فكرة دي انت ما تربتش، انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبودة. مش تستأذن ياد معلمك الأول؟ إذن لهم بقى، خلي الرجالة تتحيي. ندي إيدك يا بتهزر يا احمد. في حاجه يا فندم؟ المشكله ان مفيش حاجه. ملف رحيم من ساعه ما خرج وهو مفيهوش حاجه، وختمت بالقوه اللي خدتها ونزلت. ايه لازمه القوه امال؟ ما احنا يا فندم بدل احمد حاجة. مش انا اللي تقدم لي ملف زي ده. قول انك رحت بعد الحكايه ما خلصت زي اللي حصل في بولاق. يا فندم انا عارف وفاهم. رحيم تقيل عليك مش كده؟ تحب اشوف لك حد يشيل معاك؟ اللي تشوفه سعادتك. تفضل. لميا؟ لميا الاسيستنت بتاعتك. مستحيل لميا، مستحيل تعمل كده. دي دراع اليمين في كل حاجة وأقرب واحدة ليا. أمال بس الفلوس ما خلتش حد من غير تمن. مستحيل، برضو مستحيل. طب سيبينا من العلاقات الشخصية وخلينا نفكر بالعقل شوية. أنت ما ظنيتيش مرة أو شكيتي فيها طمع يعني أو حاجة كده أو كده؟ حتى لو مش هي. يا داليا افهمي، اللي حاطلك الحاجة في أوضتك ده حد موثوق فيه،
ومتعود يدخل اوضتك عادي يعني. مين طيب اللي متعود يخش اوضتك غير لاميا؟ لا، في كتير ممكن يدخلوا اوضتي. الاوفيس بوي مثلا، ده غير الطلبه اللي بيجولي من الكليه كل يوم، واللي بيتدربوا بتوع الورش والكورسات. اوه يا دودي، انت كده بتقولي مستحيل نوصل للي حاطط لك المخدرات في اوضتك. كل اللي دخلوا اوضتك الاسبوع اللي فات اتحقق معاهم ما عدا لاميا، ده معناه ايه؟ ها؟ عايز كل حاجة ترجع لمكانها. إخواتي، أصحابي، رجالتي، علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، كل حاجة لازم تتعمل صح. علشان يوم ما رحم السوفي هيضرب، الكل هيقع. بقول لك يا الشعب، تعرف أرض أبو علبة؟ أبو علبة؟ قال لك فين يلا؟ ما يعرفش أبو علبة. يلا حلمي. مفيش غير الممر ده، خد بالك رحيم، خليه على الله. حلمي لف وقابلني من الناحية التانية. يلا بينا بسرعة من هنا يا رجالة. نورت يا رحيم بيه. ما تتهورش يا رحيم بيه، اخوك في ايدي. رحيم، هشام، هشام، رحيم. هشام، 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 هدينا على سلامتك هشام. Thank you.
تدل على سلامة أخوك، بس خلي بالك من سلامة الباقي. يا ولية ما تفتحي. فاهم ليه لغايه دلوقتي ما جوش عملوا معانا الواجب؟ مستعجل قوي يا اخويا. ربنا يهديهم علينا. بس انا برضه لغايه دلوقتي مش فاهم هم ليه ما جوش عملوا معانا الواجب؟ لا في ايه يا حلمي؟ اقعد انت امور فيها كده لغايه ما العيون فوق دماغنا. يا جدعان انا لسه كنت خارج من الحبس هرجع تاني؟ انا مش فاهم انت ازاي كنت ممسوك كل الفتره دي كلها ما عرفتش تلقط لنا كلمة ولا حتى اسم نفهم منه أي حاجة. ألقط إيه؟ ألقط إيه؟ أنا كنت متغمي طول الوقت وقاعد في أوضة متر في متر باكل طقة واحدة. عايزني بقى إزاي أركز في كل اللي حواليا؟ وبعدين يعني أنا كنت فاكر الموضوع ده يخصنا أنا يعني. بره عنك أنت. أنا أساساً ما أعرفش إن أنت خرجت غير يوميها. أنا أقول يا رحيم، فاكر آخر مرة أنا اتحبست فيها هنا؟ انت جيت عشان تخرجني وكان معاك يوميها راجل كبار قوي. الراجل ده راح فين؟ احنا فيه ولا في ايه يا حلمي؟ اصل انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. الراجل ده كان اسمه ايه؟ ما تسك بقى على سيره الناس الزباله دي. يوه. طب وبعدين طيب؟ اطقطم بقى يالا. هيبان. كله هيبان. ما هم اكيد مش مخرجيني عشان يحبسوني هنا. ايه ده؟ وانت مش خرجت عشان خلصت مدتك؟ انا القضيه الوحيده اللي اتحكم عليا فيها كانت قضيه حيازات سلاح، وخدت فيها 5 سنين، والباقي بقى كان هدايا من عندهم على ذمه قواضي تانيه. ليه بقى خرجوني دلوقتي رغم ان القواضي دي لسه شغاله وما اتحكمش فيها؟ يمكن عشان حوار 700 مليون؟ يمكن. هو ايه حوار ال 700 مليون ده؟ امال انت فاكر كنت مخطوف ليه؟ ده انت كلك على بعضك ما تسواش 3 ساغ. ايوه طب ما انا عايز افهم. اقعد هناك. عم حلمي. جيب سيجاره. دي اخر سيجاره معايا. ونشد لك نفسين. نفسين؟ خلاص وفرت. انت هادي قوي كده ليه؟ رحيم من يوم ما خرج من السجن والدنيا مقلوبه. كل الشركه بتوعه كاشين. 26 مليار 148 مليون دولار. دي حجم الفلوس اللي طلعت من البلد في الفترة اللي الراجل الكبير قام فيها من على السرير ومضى خطاب التنحي. والمسؤول عن تهريب معظم الفلوس دي اللي انت قبضت عليه بنفسك علشان توقفه نزيف الاموال. وان شاء الله لما الظروف تتحسن هتحاولوا ترجعوها. برافو. مذاكر كويس. لا مذاكر ولا حاجة، كله موجود على جوجل بس اللي يدور. واحد زي ده بقى
وتخيل ان انا اخاف منه. النظام عايز حقه منه والناس في الشارع عايز حقها منه. يحل مشاكله الاول. يعني انت عارف سبب كل المشاكل اللي حصلت دي؟ عارف الفار اللي مربوط في ديله كره نار كل ما يخاف يهرب منها ويجري تولع الدنيا اكتر. لا عارف يوقف الولعه ولا عارف يهرب منها. ده رحيم. مش خايف النار دي طولك؟ مع ان رحيم بيجري في نفس سكتك. طول ما رحيم بيجري انا مطمن. اللي خاوف اللحظه اللي هيوقفها وياخد نفسه. علشان لا انا ولا انت هنقدر نقف قصاده. انت فاكر ان احنا خايفين من رحيم؟ ده سؤال تساله للقيادات بتاعتك. مين اللي ورا سعد؟ هو هشام اتخطف ليه؟ انا جاي لك عشان اوفر عليك مشوار النيابه. هشام اتخطف ليه؟ على فكره انت لو مش عارف قول انك مش عارف عادي يعني مش عارف. انت مش عايز تساعدنا ليه؟ عشان اجابات اسئلتك مش هتساعدني. حضر شنطتي. ليك عندنا هدوم كفايه بس حسب اختيارك انت بقى، أبيض ولا أزرق؟ المهم مبقاش أحمر. أنت ونصيبك بقى. هربت ليه من المراقبة اللي كانت عليك؟ مراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعدين يعني المؤاخذة لو هما بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عندنا. ما هي أقوالك في الطعم المنسوبة إليك؟ بأنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بها. يا باشا أنا آخر مرة اتواجدت في حتة فيها ضرب نار كان يوم ما جه أحمد بيت دي بيقبض عليا. يوميها سيادتك أنا رحت زقه من العربية. هو فاكر كده كويس. دي كانت آخر مرة. قول لي بقى انت اخر مره شفت الراجل ده امتى؟ انا عمري ما شفت الراجل ده قبل كده. آخر واحد كنت أتخيل إن أشوفه هنا. جرايا رحيم بيه، أنت نسيت أنا مين ولا إيه؟ أنا سامع عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ شيطان. أعتبرها مجاملة. طب وأنت عرفت مكاني إزاي؟ ده أنا نفسي ما أعرفش أنا فين. يا سلام، ما أنا أصحابي كتير وأنت عارف. وبعدين اغلبهم انت اللي معرفني بيهم. لا والله طمر المعروف عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف طمر ما كنتش ابقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم عشان في حاجات كتير قوي واصلك غلط. انت هتتكلم زي سيد ولا ايه؟ اهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي ادور عليك وخرجك. يا راجل شوف ازاي. شفت بقى؟ شفت ان انت واصل لك حاجات كتير غلط. المهم انا جاي ابشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه. انت قد الكلمة اللي انت بتقولها دي؟ امال عايزاني في امينه. وحشتني يا رحيم. ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبه ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزه برضه؟ كنت متجوزه يا رحيم واتطلقت اول ما عرفت ان انت خرجت. دي ايه الصراحه دي؟ ما انت عارف يا رحيم، انت عارف ان انا معاك ببقى حاجه تانيه.
علشان كده بعتي لي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش انا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معي، ولو شفت خميس بأسأله بنفسك مين اللي اتفق معي. انا بس كنت حاضره معاهم الاتفاق دي. مش صراحه وبس، دي بجاحه كمان. يعني كنت عارفه ان هو بعت ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت عايزه اتاكد انك لسه رحيم بتاع زمان. انت مجنونه. انت قلت بنفسك ان رحيم عمره ما هيخرج من سجنه. ما انا قلت لكم ان الفلوس والشركات بقى سميكم فعلا. لا بس في ورقه الضد اللي واخدها علينا. امال ما انا اكدت لكم انه عمره ما هيطلع من السجن، يعني ملوش لازمه. بس امينه عندها حق، احنا ليه نربط نفسنا بورق ممكن يضرنا في يوم من الايام؟ بالظبط. وانا قلت لك انك لو قلت لاي حد انه في ناس دخلوا حرقوا المكتب في الهوجه بتاعت الثوره دي محدش هيعرف يكذبك. يا بنتي الايه، فين قوي الفكره دي؟ انا موافق، توكل على الله يا متر. انا بس خايفه لا يكون في حد تاني معاه نسخه تانيه من الورق. زي مين؟ داليا مثلا. مالكيش دعوه بداليا. افرض داليا. مالكيش دعوه بداليا. بعدين رحيم مش عبيط عشان يفرط ورق مهم زي ده في كل حته. امينه انا عارف كويس قوي انت عايزه ايه من داليا، وبحذرك داليا دي بتاعتي واللي هيقرب لها مش هرحمه. صلوا على النبي يا جماعه، الموضوع بسيط. حلال عليك يا سيدي. بس حلمي مش هيسكت. طبعا. حلمي ده سيبهولي. وليه ما قلتليش على كل اللي بيحصل لك ده من الاول؟ مش عارفة. مش عارفة ايه بالظبط؟ مش عارفة ليه كل ده حصل من اول ما انت خرجت. داليا، دي بتشكي فيا؟ احتمال كبير يكون كل اللي حصل لك ده بسببي، لكن اكيد مش انا اللي وراه. عارفة ان اكتر حاجة تهمني في الدنيا دي واني اشوفك مبسوطة وكويسة. بس انا مش كويسة يا رحيم، علشان كده مش عايزك تفضلي هنا دقيقة واحدة زيادة. بقول ايه، مش كفاية كده عشان وقت جناب المأمور؟ قصدك ايه؟ بكرة هتفهمي يا رحيم بيه. يلا يا سيدي يلا. قومي يا خالتي من هنا عشان المكان ده يخصني. لا 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 لا، نهدى ونقول ايدينا عشان جاي لك مرسال. ومعايا ليك رسالة، ما تقلقيش. تاخدي سجارة؟ تاخدي سجارة. رحيم بيه، أنا عايزة أقول لك على حاجة. خير؟ أنا عايزة أشكرك على كل حاجة. دي ما كانتش غدوة بس. أنا مش بتكلم على الأكل، أنا بتكلم على اللي أنت عملته معايا أنا ورحيم الصغير. وربنا أنا ما أعرف أقول لك إيه ولا أشكرك إزاي. أنت فجأة كده حسستني إن أنا ليا عيلة وأهل. الواحد لما بيحس ان هو مسنود بيكون عايش ومطمن وحاسس ان هو في امان، ودي حاجه كبيره قوي انت حسستني بيها. ربنا يخليك يا بسمة. انت بنت حلال وجدعه وطيبه، تستاهلي كل خير. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. صاحب صندوق قد الدنيا. طبعا اذن حضرتك. تمام يا كبير. مش عاوز نقطة دم. عيب يا كبير، دي شغلانتي. اعمل حسابك ان هبقى معاكم. ليه؟ ما ينفعش يا باشا، الموضوع خطير. ده شرطي وانا تحت امرك، وهو احسن برضك عشان تستلم على طول. ماشي يا مدهش، ادهشنا بقى. اتكلنا على الله.
شوف الباشا مزعج ليه؟ خلي بالك انت بتاع الطريق يا ابني، اتحرك يلا انت مع البيت. اشتبعنا يا كبير، انت متفق مع حد تاني ولا ايه؟ طب اركب اركب. الله ينور زيكا. اي خدمه يا عم حلمي؟ انت كويسه؟ كويسه. كما شبح. 200 يا عم حلمي. 100 يا حلمي. ماشي يا عم حلمي. اي خدمه يا عم حلمي. انت تمام؟ تمام. لا 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 انا ماليش في شغل العوق ده، انا عاوزه الفلوس اللي اتفقت عليها. احنا مالنا يا عروسه؟ روح خديه وام اللي اتفق معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص يا حلمي. عشان خاطره بس ها؟ سكي. وده ايه ده؟ ده ما يجيش حق الاكشتيشن اللي هيكسيني بيهم. بقول لك ايه، انا عايزه اللحاليح اللي اتفقت عليها. يلا غور يا بت، بدل ما روحت من غير ولا مليم. يلا. طب بالراحه يا طه، هات بس يا اسطى يا جماعه ودايره ومسجل هنتقابل. سلام عليكم. يلا شكرا. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. لما نقعد افهمك. معلش المكان مش كويس بس امان على الاقل احسن من الحجز. هو انا هفضل هربانه لحد امتى؟ لحد ما نلاقي اللي عمل فيكي كده. انت تفتكر ان امينه ورا كل ده؟ لحد دلوقتي كل اللي انا شايفه بيقول كده. امينه اتطلقت اول ما انا خرجت من السجن، وفي نفس اليوم اللي زارتك فيه جه البوليس قبض عليكي. انا عارف امينه كويس، اكيد كانت جايه تشمت. هو ايه اللي خليها تعمل كده؟ عشان عارفه ان انا لسه سكت. ليه؟ انت عارفه انا كنت اقول ايه؟ ما تقولها. ما اقدرش. عارفه ليه؟ علشان انت دلوقتي مخطوبه لحد تاني. ايوه بس انا معاك هنا.
بس عشان عارفه ان انا الوحيد دلوقتي اللي اقدر احميكي. انت بتظلمني بكلامك ده يا رحيم. أمينة. أيوة. عايزاني في إيه؟ أيوة يعني ليه؟ والموضوع المهم ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ ورق؟ ورق إيه؟ ورق التحويلات؟ طب أنا جاي لك حالا. هي بتقولك إيه؟ أمينة بتقولي إنها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق إيه ده؟ ورق تحويلات الفلوس. عرفت ازاي بالورق؟ المفروض ان ده سر بيني وبين حلمي، انا وحلمي بس. انت هتسيبني لوحدي؟ ما تقلقيش، انت هنا في امان، بس انا لازم اروح المشوار ده، ما ينفعش يتاجل. مدام امينة موجودة؟ اتفضل يا فندم، مدام امينة في انتظار حضرتك فوق. وطي صوتك، احنا في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده إزاي؟ أنت متأكد إنك أنت ما قلتلهاش أي حاجة أيام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعًا. تكونش هي اللي ورا حكاية الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب انت فتشت الشركه كويس؟ الواد اللي كان في الشركه بتاع الامن بعد الخناقه لما جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركه حته حته ما لقيتش حاجه. واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى اكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. او ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. ايوه بس هي خدت ليه الورق من اصله؟ هي ما قالتليش انها خدت الورق. هي قالت لي انها تعرف مكان الورق اللي انا بدور عليه. يعني ممكن المعلومه تكون جات قدامها بالصدفه. انا زهقت. زهقت من كلمه احتمال وممكن دي. انا عايز حاجه ملموسه امشي وراها. انا عايزك تهدى. احنا لسه في اولها. وما تنساش ان اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله ما حدش عمل حاجه لغايه دلوقتي. ما بتفكركش بحاجه؟ مش واخد بالي. أرقام حسابات يعني. بص كويس. إيه في إيه؟ ده الورق اللي اتسرق منك. يا نهار أسود. أيوه. ما أنت شايل حاجة مش عارف فيها إيه. عينيك مش في الأرقام أصلاً. ده معنى كده إن ممدوح ما كانش معاه ورق التحويلات وإن في حد بعتها له. بالظبط. طب الورق وصل للناس دي إزاي؟ وإذا كان معاهم بعتوه لممدوح ليه؟
كل دي أسئلة ملهاش إجابات. لو عرفناها هنفهم كل حاجة. واضح إن ممدوح راح وقابلهم وقعد معاهم. وبعدين إيه بقى؟ الله يرحمه. شكلها كده. الناس دول مش عايزين يسيبوا وراهم أي خيط يكشفهم. اللي بيعمل كده مبسوط قوي عشان هو الوحيد اللي شايف وإحنا عمي. بس الموضوع ده مش هيطول أكتر من كده. طب بقول لك إيه؟ ما تبعت لهم إيميل علشان أكشف ورقي. الناس دي تقيلة وعايزين لعبة على تقيل. هو أنت فاكر يعني إنهم مش عارفين إنك عارف؟ جايز، بس خليهم فاكرين إن الخطوة اللي جاية عندهم، وبعد كده أفاجئهم أنا. ناوي تعمل إيه؟ الأول نخلص موضوع الحاج هدايا وبعدين أفوق لهم. طب يلا يا رجاله بقى والنبي. اتفضل ابو كمال. قال لك ايه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعه بايره. كلها خساره يا مدين. خساره ايه بس؟ انا مديك ربع ثمن البضاعه. بعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره قال. يا راجل على فكره يا مدام حنان، كل الفايلز دي موجود منها نسخه سوفت كوبي على اللابتوب. ماليش فيه يا اخوي، انا احب امسك الورق في ايدي عشان افهم. انا دبلوم تجاره. اللي حضرتك تشوفيه. انا عايز افهم بقى. اتفضلي. البضاعه متاخره ليه في المينا؟ دي كانت واقفه على شويه اجراءات، وكانت المفروض مدام امينه يعني الله يرحمها يا اخوي مالها بقى. يعني كانت المفروض هتخلص الاجراءات، وكانت المفروض هتخرج الحاجات دي الاسبوع اللي فات، بس طبعا اللي حصل ده اخرها. مين بيدفع الارضيه؟ انا يهمني اعرف الفلوس خارجه من عند مين. للاسف الشركه يا مدام حنان. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ده يرضي ربنا؟ ما هو يا مدام حنان العميل اللي احنا استوردنا البضاعة لصالحه دفع كل فلوسه كاملة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا مش في ميتنج. مدام حنان، معانا أمر من نبأ بالقبض عليك. الو يا حنان. ايه مالك؟ في ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب خلاص خلاص، ما تقلقيش، اهدي بس. انا جاي لك على طول مسافه السكه. شيخ فايز، انا عايز الرجاله تبحت لي هنا.
مش قلت لكم هنلاقيها هنا؟ ايوه احمد بيه. ايوه حلمي. ايه الاخبار عندك؟ لقيت العربيه والسلاح؟ لقيناها. هتتحركوا امتى؟ كمان ربع ساعه. حلو قوي. لو في اي حاجه بلغني على طول. تمام تمام. احمد باشا الديب بريء غلط ولا حاجه؟ هات يا ابني شويه بطاطس من عندك للباشا بسرعه عشان الاولاد. اصل باشا عدم المؤاخذه يا الولاد الصغيرين بيموتوا في البطاطس، ده احنا كبار بنحبها كده ولا ايه يا حلمي؟ طبعا ده انا بموت في البطاطس. وعدم المؤاخذه بقى سيادتك بتحبها مقليه ولا صينيه؟ حفتش العربيه التاني ومزاجي وحته حته. أنا الحكومة بقى. تفضل. مساء الخير أحمد باشا. ليه بس كده يا باشا؟ ايه ليه بس كده؟ وانا عملت ايه؟ انت هتستعبط يالا؟ يا باشا انا ما عملتش غير اللي انت طلبته مني. مش قلت العربيه فيها سلاح؟ فين السلاح ده؟ معرفش يا باشا. ورحمه امي في تربتها العربيه كان عليها سلاح. رحيم وداه فين بقى؟ معرفش يا باشا. يا باشا انا قايل لك رحيم شاكك فيا وكان هارش ولعب بينا احنا الجوز. شاكك فيك وسحبك معاه في كل حته. مش في كل حته يا باشا. امال انت فاكر هو بعدني عنه ليه لما مسكني شركه الشحن؟ بعدك عنه معادك في القصر. عشان ابقى تحت عينه يا باشا. اقطع دراعي من هنا يا باشا اما كان رحيم مسنود من حد عندكم هنا. ايه اللي خلاك تقول كده يا حلمي؟ يا باشا رحيم بيتحرك وهو سايب ايده الاثنين وبيعمل كل اللي هو عايزه وبيوصل له. انت مش فاكر يا باشا يوم ما اتقبض علينا خرجنا تاني يوم على طول. مالك يا حلم؟ انا ما كنتش اعرف انك خفيف قوي كده. وانت بتحب حنان للدرجه دي؟ ما تقلقش يا جدع، دي معاها سامي، سامي معلم ومش سهل. ربنا يستر، ربنا يستر يا رحيم. انا قلت لك ارجع. المهم طمني، عملت ايه مع احمد الديب؟ فهم انك انت معايا من اولها؟ ما ريحتوش. بس انا كده بقيت بالنسبه له كارت محروق. انا بقى مش عايزك تبقى كارت محروق. ازاي؟ لازم من وقت للتاني تبصيله معلومه كده بس انا متفقين عليها. جرى رحيم، هو انا ايه على اخر الزمن هبقى مخبر ولا ايه؟ جرى يا حلمي، في ايه؟ احنا طول العمر ماشيين الطريق سوا كتف في كتفك. لو عايز تخلع قول لي. يا عم هو رحيم ما انا ما قلتش حاجه بس بفضفض معاك يعني. خلاص يبقى اللعبه نلعبها صح. احمد الديب ده كارت مهم وما ينفعش نخسره. تمام. في ايه؟ انا قلت ما يصحش اجيلك بيتك متاخر كده ويدي فاضي. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. اسف. ميجو. انت بتقول ايه؟ ومين ده؟ انت مين يا ابني؟ انا مين ايه يا عماد بيه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ميجو. ده احنا دافنينه سوا. بص الصراحة أنا لبستك. أنا آسف. شهادة لله هو بيحبك قوي. هو في الأول قعد يلف ويدور ويقول لي شعر مش كده يا ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضلي. عماد في إيه؟ اطلعي فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟
قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك ده اللي مالهاش دعوه بيه. مين الراجل ده وعايز ايه؟ ما تتكلم يا ماجد، قول لمدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت اعرفكم ببعض، الاستاذ ماجد محسن شغال في مصنع الاستاذ عماد، مسجل سرقه بالاكراه وبلطجي وديلر على قده. ولما سالته انت اللي قتلت لميا قال لي لا، قال لي ان الاستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لميا. انا مش فاهمه حاجه، انت تقصد ان هو اللي داليا؟ انت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي انت وهو انا هقتلكم. عماد انت اتجننت ليه؟ اجي نام في كده، مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. ايوه بس انا عايز افهم، انت كنت بتعمل ايه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف، اقطع لكم الرقبه البيضه الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره، انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه، مش كده يا عمده بيه؟ ها؟ عمده بيه يقول لي اتكلم، ميجو يتكلم، اشتري بودره، ميجو يشتري. ها؟ من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها. يلا بقى. طب اهدى اهدى يا ماجد، اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي كام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه، بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يا عماد هو اللي حطني محضر. يا دنيا مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلق المصعد. ماجد 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 افهمني افهمني دلوقتي، سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه بس ماشي. رحيم يا قلبي. كل اللي انت بتقوله ده يودي لسكه واحده، اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. انت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجه عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هاجي لك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضيه. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك. كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب. عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده، وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خدت الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع الثلاث محاسبين اللي كانوا شغالين معايا، وطلع في الاخر معهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده عشان تداري على موضوع السرقة. هقتل ثلاثة وأنا جوه السجن؟ على الأقل كنت حميت أهلي وفلوسي بدل السرقة اللي حصلت فيهم. أنا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، أمانة تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمة من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك القدامى.
لحد وقعت المعلومة قدامه وعايز ياخد فلوس لنفسه. والحد ده من عندكم؟ خدني على قد عقلي يا أحمد بيه. واحد بيقول إنه انتحر، والتاني خبطته عربية، والتالت اختفى، وبعد ما اختفى لقوا في إيميلاته رسائل تهديد وورقة من الورق اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في إيده يحول جريمة قتل لحادثة انتحار؟ ومين كمان اللي في إيده يقبض عليا ويسجنني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحة على البحر؟ يوم ما أخرج تجيلي رسائل تهديد على موبايلي كأنها كانت خطة مرسومة من قبل ما أخرج. وإنت جاي لنا بقى عشان أدورك على الحد ده عندنا؟ إنت إيه رأيك؟ رأيي إنك جاي لي عشان تلهيني وأنزل على دماغك بعد كبسة السلاح. طول ما إنت شايفني وحش كده يا أحمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوة لقدام. عايزني أشوفك إزاي يا رحيم؟ أنت راجل حرامي، سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا أنا كنت بنفذ طلبات أصحاب البلد. أصحاب البلد دول مين؟ أصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الآخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين من إيه؟ نزلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. انت كويس؟ الحمد لله انا تمام. هو ايه اللي حصل؟ ناس ضربوا علينا نار، عربي السايس مات واتنين من الجردات. انا عارف اسود. طب انت فيك حاجه؟ انا تمام، انا مفيهاش حاجه. لولا ان خدت بالي من العربيه كان زماني واقع جنب عربي. هو اللي ورا الحوار ده حلمي. كله هيبان ما تستعجلش. لا سيب لنا بقى الموضوع ده، انا هتصرف فيه بمعرفتي. مالكش دعوه بحلمي، انت فاهم؟ قلت لك قبل كده نهدها عليه، قلت لي لا، وادي اخرتها يا رحيم. انا غلطتها زمان ومش عايز اغلطها تاني. ايه دي اللي غلطتها؟ هو مين اللي قتل ادهم ابو ورده؟ مش احنا؟ بعد ما كنا فاكرين انه ورا اللي حصل لعزه وزكريا، وبعد كل السنين دي عرفنا انه اتظلم. اتظلم؟ ادهم ابو ورده تاجر المخدرات اتظلم؟ ايه يا رحيم؟ انت نسيت قتل كام واحد؟ رحيم بيه؟ رحيم بيه انت كويس؟ انا تمام يا سامي. ما لحقتوش اي حد من اللي ضرب نار؟ لا. ومين السجر يعمل كده؟ هو اكيد حلمي. وبعدين حلمي اللي عنده اهل ولا عزوه ياخده بطاره. اطمن. انا دلوقتي بس اتاكدت هو ما وجهليش التهم ليه؟ عماد؟ قصدك عماد؟ قصدك عماد هو اللي ورا الحوار ده؟ وبعدين اتهم ايه؟ لا فهمني يا رحيم. هفهمك بعدين. المهم دلوقتي تشوف لي عناوين اهل الجردات والسايس عشان نعمل معاهم الواجب. لا هما كده كده هيتعمل معاهم الواجب. اطمن بس عليك الاول. نفذ اللي اتفقنا عليه. يلا. حاضر. وهتعمل ايه مع عماد؟ خلينا نتاكد الاول وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه. ايه مالك قاعد ليه كده؟ بتعاطي ليه؟ ريم حصل لها حاجه؟ حصل لها يا حلمي، حصل لها. ما تنطعي في ايه؟ بنتك حامل. ايه؟ ريم؟ ريم رحيم؟ هشام هشام
بابا والله والله هفهمك. بص انا عارفه اي حاجه هو حقك والله، بس حبيبي تفهمني. الكلام ده حصل ازاي؟ انت عارف الكلام ده حصل ازاي؟ قولي ان هو كان غصب عنك. ما تزوديش كسرتي، ما تزوديش كسرتي. قولي ان هو خطف وكتفك، هو شربك حاجه؟ ايوه. الكلام ده حصل فين؟ انتي حصل فين؟ عندي واحد صاحبه، انا مش فاكره حاجه والله، مش فاكره حاجه. تغيرت؟ تغيرت يا ريم؟ شكلك اتغير، شكلك اتغير. انت ما بقيتيش ريم، انت ريم، انت ريم اللي انا ضيعت عمري عشانها، انت ريم اللي انا حاربت الدنيا كلها عشان بسمه من نور عينيها. دلوقتي خلاص النور بقى ضلمه، خلاص ما بقيتيش ريم، ما بقيتيش ريم حلم حاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم حاجاتي، ما بقيتيش ريم حلم حاجاتي. حلمي رايح فين؟ ما تضيعش نفسك يا حلمي، حلمي. عايز ايه يا زياد؟ انتوا عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسه. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. سلام. زياد، زياد اسعاف، اسعاف بالسرعة. Thank you.
البقاء لله. ونعم بالله. كان عندك حق يا دنيا. القريبين مني بس هم اللي بيتأذوا. اللي هو صادق ايه اللي جابك هنا يا احمد؟ انا اللي حسأل سيادتك نفس السؤال، ايه اللي جابك هنا؟ انا بقى هقول لكم انتوا الاثنين ايه اللي جابكم هنا. مستغرب احمد بيه؟ اصلا انا ما هنش عليها الحقيقه تقعد اكتر من كده، مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. رحيم انت اتجننت ولا ايه؟ لا سامحني يا ست لواء، انا عملت اللي طلب مني، عملت اللي عليا واكتر كمان. انا الاوان بقى انضف قدام كل الناس. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ فهمني احمد. امشي انت دلوقتي وانا هفهمك بعدين. بعد اذنك يا ست لو. بص احمد بيه، انا والست اللي هو صادق معرفه قديمه. انت هتخرج بكره. عارف يا باشا احمد بيه جيب جه وعمل الواجب. عارف هتخرج ليه؟ مش فارقه. لا فارقه كتير. انت هتخرج عشان تعمل لاول مره الصح. هتصلح اللي انت عملته يوم هربت الفلوس بتاعت الناس بره البلد. يا باشا انا كنت بخدم البلد. انت كنت بتقضي على البلد. ليه؟ مش كانوا هم الحكومه؟ انت كنت بتخدم الناس اللي قاعده على الكراسي اللي بتحكم البلد. مش هتفرق كتير. لا تفرق كتير قوي. الفلوس دي هترجع وانت اللي هترجعها، فاهمني؟ فلوس دي لا هي فلوسي ولا فلوسك. دي فلوس الناس الغلابه. فلوس البلد. وانا هستفيد ايه؟ المره دي مش هتستفيد، هتفيد. هتفيد بلدك والناس الغلابه. وانا عارف انك هتعملها. متاكد انك هتعملها. وعارف انك لا يمكن تخون بلدك. أنا مش هقدر أحميك ولا أقدر أعمل لك أي حاجة. أنت من أول ما هتخرج الناس كلها هتجري وراك، حتى الداخلية نفسها. مش هقدر أمنع أي حد. هتخرج وتتصرف بشكل عادي جدا. لحد ما تسلمنا الناس اللي أخدوا الفلوس دي ونعرف راحت فين حتة. وتسلمنا المستندات اللي هتثبت إن الفلوس دي ممكن نرجعها البلد تاني. أنا عارف إنها مهمة صعبة. بس الحقيقة واثق فيك. تسألني جايب الثقة دي منين؟ معرفش. بس أنا حاسس إنك هتعملها. وحتقدر تعملها. حاضر يا باشا، أحاول وربنا يقدرني. الله الله عليكم. ليه كده يا سيادة اللواء؟ بتخوني؟ أنا تلميذك بعد خبرة السنين دي كلها بتعديها عليا؟ أنا بخونك يا أحمد ولا حاجة، بس هي الظروف جت كده. بعدين إحنا اللي يهمنا مصلحة البلد. طب تمرني بأي حاجة تانية يا باشوات؟ أروح أنت رايحين دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. يعني قبل ما أمشي كده كان بقولهم بخصوص ال 700 مليون دولار، فيهم كده حدوتة مستخبية فيها شوية قلة أصل مني. أنا كنت عايز أكسب كل حاجة، أكسب الفلوس
سيبهم يا سيد. هسيبهم؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا؟ تعرف ايه زياد؟ تعرفه منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفته هو بيكبر قصاد عينيك وبيبقى راجل؟ انت كنت بهرمي في السجن وقبلها بتجري على حالك. انا والحام اللي عشنا معاه كنت بقى جنبه في حزنه ومرضه. احنا كنا ابوه وامه. انت مين؟ انا السبب يا سيد، انا السبب في موت زياد وموت عزة وعذاب رحاب معاك. انا السبب في كل اذيه حصلت للعيله دي، علشان كده انا اللي لازم اصلح الغلط بنفسي مش اي حد تاني. هات يا سيد. محدش يدخل ولا يخرج منه. يلا في مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بيك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي؟ انا ما خطفتش مراتك وبنتك، انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم. مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري. الواد اللي لسه خارج من شويه ده اللي انت بعته يقتل امينه، امينه تستاهل الموت الف مره. وليه ما قلتليش؟ اكيد كنت هتكشف حاجه انت مخبيها عليا. الورق. انا بعت الورق لامينه بعد ما خسرت كل حاجة. ملقتش لا أنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها. لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق. قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق. عزة منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش اهميه الورق ده. الحكايه كلها انها بعت ورق قصاد فلوس. وانا كمان كنت عايز اقف على رجلي من تاني. والورق نفسه ما كانش له اي اهميه طول ما انت في السجن. واحنا كلنا كنا عارفين انك عمرك ما هتطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وانا كمان يا رحيم ما كنتش عايزها تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهايه. يا واطي يا كلب حلمي. انت مجنون يا واطي. كويس يا شمس؟ ليه كده يا حلمي؟ ايه؟ بجيب حقيبة انت يا رحيم؟ طب وعايز زياد؟
حق زياده انا اللي هجيبه يا رحيم. لا يا رحاب، كفايه دم. وحق زياده يا رحيم. حق زياده هنجيبه، بس من غير دم. الو، احمد بيت ديب. خد بالك من حنان وريم. حنان وريم رحيم. زياد، انا مش خارج من السجن عشان انت تسافر، انا خارج من السجن عشان نتلم كلنا مع بعض. لازم تعرف انك انت ابني اللي ما خلفتوش، فاهم؟ ربنا يخليك لي. يلا بينا يا رحيم، مفيش وقت، حياتك في خطر. وايه اللي بيحصل ده؟ انا رائد خالد علي، وقلت لك انا بعرفك. انا مش همشي من هنا غير لما اعرف مين دول. دول الناس اللي عايزين منك 700 مليون. انت عارف مين اللي ورا موضوع ال 700 مليون؟ مش مهم الكلام دلوقتي، اكمل كلامنا في العربيه. حياه الدكتوره داليا في خطر. ايه؟ داليا! رحيم حاسب! بلاش تهور، بلاش تهور، ها؟ بلاش تهور. فرح، مفاجأة مش كده؟ ايه يا خالد؟ انا كنت فاكرك اذكى من كده. عماد، انت عرفت المكان ده ازاي؟ اقول لك عرفت ازاي؟ لا مش هقول لما ترموا السلاح اللي معاك كل اول. سيب داليا يا عماد. حنيتك دي بقى اللي بتحرق دم يا رحيم. ما انا سبتها اهو، كلكم مترفعين اصلا، ارمي السلاح. بس انت يا عماد عارف كويس قوي ان انا ولا فارق معايا داليا ولا رحيم. اه؟ بس يفرق معاك حياتك انت؟ انتوا تعرفوا بعض من امتى؟ ده انا وخالد عشرة قديمة قوي. يعني كل اللي قلتولي في العربية كان كده؟ هو أصله كان بيحافظ عليك مش عشان سواد عيونك، عشان يحافظ على نصيبه في 700 مليون. أنا مش جاية هنا عشان أتكلم يا عماد. عارف، يا تنتقم من رحيم، وأنا كمان عايز أنتقم من رحيم. بس تعرفي يا فرح، الانتقام من غير شماتة تحس كده ان قيمته بتقل شويه. عارف يا رحيم، كل مره كنت بشوفك فيها ببقى ماسك نفسي بالعافيه ان اقول لك ان انا بلعب بيك من يوم ما خرجت من السجن. وانتوا عرفتوا منين موضوع ال 700 مليون؟ اعتبر ده اعتراف منك انهم معاك. عماد، سيب داليا تخرج من هنا وانا هعمل لك اللي انت عايزه. ليه؟ مش عايزها تعرف انك حرامي مقلب الزباين في 700 مليون دولار؟ البي حرامي قلب زباينه في 700 مليون، صح؟ يعني انت كنت بتكذب عليا يا رحيم؟ والفلوس كانت معاك طول الوقت ده؟
في حاجات كتيره انت ما تعرفيهاش. انت كنت بتبص في عينيا وتكذب؟ انت عايز تحرقوا دمي؟ يا حلوه، كان ببص في عينك وبيكذب عشان هو كذاب وحرامي. ورق ال 700 مليون كان شايله عند صديق عمره، حلمي، وحلم صديقه باعه وخانه، وراح باع الورق لمين؟ لأمينة، وأمينة باعته لعزة منصور. مين بقى عزة منصور ده؟ صاحب البيت، هو واحد كمان ثلاثة قلبوا الزباين في 700 مليون دولار واتفقوا مع بعض يحطوهم في حساب بره، وبعد الهيصة ما تخلص كل واحد ياخد نصيبه. بس إنه يعملوش حسابه بقى إن رحيم بيتقبض عليه ويترمي في السجن. عماد، أنا قلت أنا مش جاية أتكلم في حاجة، أنا جاية هنا عشان حاجة واحدة بس، أخلص منه. اقتله، رجع مكانك، محدش هيقرب من رحيم طول ما أنا هنا. كان نفسي أشكرك لولا إني عارف نيتك. بسيطة يا رحيم بيه، قولي فلوس فين وأنا خرجك من هنا، أنت والدكتورة سلام غصب عن أي حد. وانت مين اللي قال لك ان انت نفسك هتخرج من هنا؟ لا يا عماد، اقعد كده وصلي على النبي. انك تقتل رحيم حاجه، وانك تقتل ظابط دي حاجه تانية. انا لو اتخربشت بس الدنيا هتتقلب عليك. انا دلوقتي بس بدات اجمع كل حاجه. عزت بعد ما اتسجنت حب يدور على الفلوس، باع اللي وراه واللي قدامه علشان يدفع لامينه ثمن الورق، ولما فشل انه يوصل لحاجه انتحر. البوليس حقق في الموضوع، الورق وقع قدام خالد بيه، ومن هنا تعاونتوا مع بعض. بس اللي مش قادر افهمه بقى، انتي هنا بتعملي ايه؟ كنت فاكراك اذكى من كده يا رحيم. انت كنت فاكر ان انت بتغسل فلوس لوحدك؟ انت ما كنتش تقدر تاخد خطوه واحده من غير ما ترجع لجون خباز. جون خباز؟ انت تعرفيه؟ مكتب الاستشارات بتاعي كان واجهه من الواجهات اللي استخدمها قبل كده زمان، ومن بعد كده بقيت انا بلعب لوحدي. كلامك ده يوفر عليا كتير قوي. تقصد ايه يا رحيم بيه؟ انا مش عارف هم اتاخروا كده ليه. هم مين دول؟ احمد بيه، كويس انك جيت. رحيم اهو، وعماد كان خاطف داليا، وكويس حضرتك وصلت. يعني استنى يا خالد، خليك انت شويه. ايه ده، انتوا متفقين مع بعض؟ مش محتاج اقول لكم المكان كله متحاصر عشان مصلحتكم، كل واحد يسلم سلاح. تمام يا باشا. يعني ايه؟ يعني انتوا هتسيبوه؟ انتوا مش عارفين ان ده مجرم؟ مش عارفين عمل ايه؟ احنا عارفين كويس قوي يا مدام هو عمل ايه. يعني انت كنت بتشتغل مع الداخليه؟ مش انا قلت لك في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش؟ خساره يا خالد، انت اخر واحد في الدنيا توقع ان يخون. لا يا احمد بيه، نزل سلاحك يا خالد. انا مش خاين. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي وما تدينيش اوامر. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي. داليا، انا مش هعرف اعيش من غيرك يا داليا. عماد، انت عارف كويس قوي ان عمري ما حبيتك، وان طول عمري بحب رحيم، واني لجأت لك بس هروب من حبي ليه. يعني ما ينفعش برضو اسيبك لحبيب القلب واروح اتحبس؟ طب خليها اعدام بقى وتعالي معايا. Thank you.
خير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت، اشوفكم بخير وافتكروني، وسائب ذكريات وكوام من الحواديت، اشوفكم بخير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت، اشوفكم بخير وافتكروني، وسائب ذكريات وكوام من الحواديت. انا في مكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير. انا في مكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير، اشوفكو خير. سلامي لكل واحد له غلاوة، ولكل لحظة عشتها وذكرى طلعت بيها. سلامي للبراءة والشقاوة، والسلام أمانة للأماكن اللي رحنا فيها. أنا في مكان أكيد أحسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير. أنا في مكان أكيد أحسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير، اشوفكوا بخير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت، اشوفكوا بخير وافتكروني، وسائب ذكريات وكوان